مين وسطتك هنا يا علي؟ ويهمك في ايه؟ عشان نعرف قيمة بعض. ما انتي قلتيها قبل كده، انا حتة البت خدامة، مش ده اللي انتي قلتيه لوسيم؟ عايزة تعرفي ايه تاني يا حبيبتي؟ اصلي يا روحي ما فيش حد يجي شركة كبيرة زي دي ويتصرف التصرفات اللي انتي بتتصرفيها وما يبقاش مسنود. وليه ما تقوليش ان انا عارفة انا عايزة ايه كويس وان هو اقتنع بكلامي كمان؟ انتي عايزة السيديهات ليه؟ هو مش ده شغلي ولا ايه؟ ما تخلينيش احطك في دماغي. ضحكتيني. يا ريت. لعلمك بقى انا نفسي من زمان قوي حد يحطني في دماغه، اصل انا زهقانه قوي. من زمان ما حدش عمل معايا كده، يعني نتسلى شويه، تعكليني عليا اعكنن عليكي، بدل ما احنا عايشين حياه مبسوطين كده على طول، ده حتى نزهق يا شيخه. طب روحي على شغلك. اتفضلي. اللي هو ايه؟ اصل انا من ساعه ما جيت وانا مش لاقي حاجه اعملها. ممكن حضرتك تقولي لي اعمل ايه؟ انا شايفه كل البنات بتشتغل الا انا. ما انت هتروحي على مكتبك لحد ما انا اقول لك تشتغلي هنا. ما عشان كده انا قررت اشغل نفسي واخلق شغل لنفسي. عن اذنك. كاميليا. دي كاميليا دي حبيبتي. وبصراحه كده انا ما بحبش الخيانه. ولا انا بحبها. بس بصراحة هي تستاهل. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب والله ما جيت جنبها. ايه اللي انت بتعمله؟ والله ما جيت جنبها. ايه ده؟ انت بتعمل ايه العرقول ده؟ معقول يا حسن ده انا لما انا جبتك معايا. ايه ده يا عم؟ والله العظيم شعرك شبك في الحلقة في الخلاص. خلاص بقى يلا بقى قدامي يلا. الله يلا. اتأخرت ولا حاجة على ما مش عرفت اجيلك. يا لهوي سانشاين اون ذا نايت. بصراحة بقى انت ايديك تقيلة قوي. ولا تقيلة ولا حاجة، انت زودتها خالص. هو كان هياخد بالي. كنت عايزني اعمل ايه؟ سيبك انت، عليا النعمة انت منورة الدنيا. انا بصراحة متفائل بيكي جدا جدا. بس بقى انا عايزك تاخدي راحتك خالص وتنتشري في الشقة كده، شقة شرحة وبرحة وهتعجبك قوي. عندي هنا بقى في الأوضة دي سرير خشب زان، إنما إيه أصلي يريح الجتة ويرم العظم كده ويخليك تحلمي أحلام ما حصلتش. آه والله. ما تيجي بقى يا حسني. لسه بدري على الكلام ده؟ لا بدري ولا حاجة. معلش ما نسيت أضيفك. تشربي إيه؟ حشيش ولا بيرة؟ بيرة. فعلا بيرة مشروب العصر. اتفضلي. أسد حبيبتي. ما تقولي بقى بصراحة ومن غير لف ولا دوران علي. ألف وأدور عليكي ليه؟ أنا ماليش في الكلام ده. على فكرة بقى كل الناس فاهماني غلط. أنا الوحيد اللي في العالم ده اللي ماشي دغري. يعني مثلا لما أعوز حاجة أعملها على طول. مثلا هو أنا ما جبتش معاكي من الآخر وقلت لك يلا على الشقه؟ ما قلتلكيش امي عيانه تعالي زوريها ولا ابويا في الجيش؟ صح؟ عمرك شفتي صدق اكتر من كده؟ لا خالص. بس انا عايز اعرف هي عاليه دي تقرب لك ايه؟ بنت عمي. اصل انا جدي كان نسوانجي وانا بقى طالع له كل شويه يتجوز ويطلق يتجوز ويطلق. بقى ليا في كل حته بنت عم بنت خال كده يعني منتشرين. بس قولي لي انت ايه علاقتك بها؟ ياب انتي عرفتيه ازاي؟ ايه اللي بينك وبينه؟ ما تقولي انتوا عايزين ايه بالظبط؟ وانت بالذات ناوي على ايه؟ وانا معاك. شوفي الدنيا دي ملهاش امان. لا اب نافع ولا اخ نافع ولا ابن عم نافع. الحاجه الوحيده اللي نافعه هي الفلوس.
يعني ايه؟ يعني انا لا يهمني عالية ولا يهمني غيرها، انا كل يهمني الفلوس، عايز اطلع من هنا. وانت والباشا بتاعك هوب خلاص هتعملوا عملية جديدة، وانا عايز اعرف هي ايه معاكم. بس عالية دي مش هتسقط لك عشان خاطر صاحبتها. سيبك من عالية دي. عالية دي احطها في جيبي. عارف؟ عارف انا جيت لك هنا ليه؟ عشان انا عارفة ان انت ذكي مش هتستغبى عليا، مش هتلف وتدور. بس انا مش هقولك على حاجة خالص لحد ما تثبت لي ان انت مش هتلعب من ورايا. وانا اثبت ده ازاي بقى؟ انا هبقولك تثبت ده ازاي. الف سلام عليك، الف سلام، الف سلام. القهوة بتاعتي بسرعة. شكلك تعبان. ما نمتش كويس طول الليل. ألف سلامة عليكي. أنا عارفة إن السهرة امبارح كانت متعبة، بس حبيت أجي أقول لك آسفة لو كان حزني ضايقك. معلش هو على طول كده زنان، أصله طول عمره بيموت في الستات الحلوة. حصل خير، بس أنا كنت طول الليل بهدي إيهاب وأقول له إن اللي حصل ده ما يستدعيش خالص اللي هو عمله، بس أنا كان لازم أوقفه عند حده عشان ما يسوقش فيها. وأكيد طبعاً إيهاب ما سابكيش. لا خالص، ده هو روح بسرعة عشان خاطر كان وراه ميعاد مهم جداً. هو حسني ما كلمكيش؟ لا. ولا أنت كلمتيه؟ هو لا كلمه ليه؟ علوم هو بعت لك معايا هدية ومستني تكلميه عشان تقولي له رأيك إيه. عن إذنك. ساعة على مين يا بنت؟ ده انا صايع ساعة متكلفة. ده انا همسها اشرب شعري بس ب 250 جنيه عند الصغير. لا والله؟ اه والله، اصل الكبير بيعملوا ب 400، قلت العملية مش مستاهلة بقى، خليها عند الصغير. خرابي على دي بلد. كمال ايه؟ انا اول ما صحيت من النوم قلت لازم اجي اشوفك. ايه؟ عجبتك الهدية؟ انت واحد سافل. ده ليا الشرف. وبعدين الدنيا دي ما تسعش غير واحد سافل، واحد حاقد، واحد شرير. على فكرة أنا عملت لك ألبوم سوا، أنا عارفة إن أنتي تحبي تحتفظي بالحاجات دي أوي، مش كده؟ وسيم باشا، وسيم باشا، إيه يا باشا؟ شفت بقى؟ عرفت بقى إن أنا هتظبط عليها ساعة الجامعة؟ أنا زعلان منك بصراحة. زعلان مني أنا؟ ليه بس؟ يا باشا أنا هقعد أدور عليك وأجري وراك عشان أشوفك ولا إيه؟ إحنا مش صحاب يا برنس. تعالى يا حسن، تعالى. إيه الشياكة دي؟ أكيد سينيهات بقى وماركات ومقضية. ما هو انتي لو تقولي لنا انتي واللهبه اللي ماشيه ورا ده بتعملوا ايه؟ كانت كل حاجه اتحلت ومشيت تمام.